الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني أبي عن محمد بن مسلم عن سلمة بن شبيب عن أبي حماد مولى إبراهيم بن سام قال: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول فيما أوصى به علي بن الحسن السلمي رحمه الله: عليك بالصدق في المواطن كلها، وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها، فإنها وزر كله، وإياك والرياء في القول والعمل، فإنه شرك بعينه، وإياك والعجب، فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب، ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه، فإن مثل الذي هو غير مشفق على دينه كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه وينصح لنفسه، فكيف يعالج داء الناس وينصح لهم؟ فهذا الذي لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟ وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديثها، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك، ولا تخالفن الجماعة فإن الخير فيها، إلا من هو مكب على الدنيا كالذي يعمر بيتاً ويخرب آخراً. وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه، ولا تكتمن أحداً من النصيحة شيئاً إذا شاورك فيما كان لله فيه رضا، وإياك أن تخون مؤمناً، فمن خان مؤمناً فقد خان الله ورسوله، وإياك والخصومات والجدال والمراء، فإنك تصير ظلوماً خواناً أثيماً. وعليك بالصبر في المواطن كلها، فإن الصبر يجر إلى الجنة، وإياك والحدة والغضب، فإنهما يجران إلى الفجور، والفجور يجر إلى النار. وكن طاهر القلب نقي الجسد من الذنوب والخطايا، نقي اليدين من المظالم، سليم القلب من الغش والخيانة، خالي البطن من الحرام، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. واحرص على أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر والعلن، واخشى الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث، ثم الحشر، ثم الوقوف بين يدي الجبار عز وجل، وستحاسب بعملك، ثم المصير إلى إحدى الدارين، إما إلى جنة خالدة، وإما إلى نار فيها ألوان العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر يا عبد الله إلى تلك الوصية الذهبية النافعة التي تكتب بمداد من الذهب من هذا العالم الرباني سفيان الثوري، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بهذه الوصايا النافعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.